عطول بنسمع من المختصين انه طبيعه مرحله الطفوله مرتبطه بنوعيه الشخصيه اللي رح تتكون عند الطفل بالمستقبل، يعني الطفل يلي بيعيش ببيئه مريضه ممكن يكبر ويصير معقد، وعكس هالشي طبعا، حتى انه اغلبنا لما يحضر لقاءات مع اشخاص ناجحين بيكتشف انه البعض منهم طفولتهم كانت قاسيه جدا بمرحله معينه. صحيح هالشي دكتورة، حتى في أشخاص ممكن يتعرضوا لموقف ما بحياتهم ويتغيروا من بعده بشكل جذري. لهذا السبب خصصنا حديثنا لليوم لنحكي بشكل مفصل على الطفولة والصدمات اللي ممكن نتعرض لها بهالمرحلة، بالإضافة أن الدكتور هيثم شريف علي استشاري بالطب النفسي والعلاجي رح يخبرنا عن تفاصيل تأثير الصدمات على شخصياتنا، وهل يا ترى اللي عم يتحكم فينا هي مشاعرنا ولا طفولتنا. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد مساك. يسعد مساك ويا اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. بداية دكتور خلينا نحكي انه نحن كيف بنكتشف لما بنكون بعمر كبير انه نحن متأثرين لسه او عنا صدمة بطفولتنا. هلا اول شيء شو هي اعراض الصدمة؟ اي حدث صادم لاي شخص مؤثر بشكل كارثي وبيمتد لاسابيع، يعني لحدا بيتعرض لزلزال، لجريمة قتل، هذا بده يأثر بأي شخص طبيعي. صحيح. هذا الأثر شو بيصير؟ تعرضه لأسابيع بيصير بعده صار بتشكل بالدماغ، بيصير بعدين في عنا إعادة معايشة المشهد، يعني اللي بيذكرك الهوى بيذكرك بمشهد كذا، فبيصير الحدث لحاله، بتصير أنت بتهربي من هذا الحدث لأنه هذا الحدث بيساوي عاصفة جواتك بالدماغ كأنه الحدث يتكرر حالياً. بتشوفي شخص بيذكرك بالحدث تصير تتجنبيه لأنه بيذكرك كمان بالحدث الصادم، فإذا هي معاناة شديدة بنعيشها لما منصير في عنا مشاعر قاسية جدا بتذكرها ومحاولة إخفائها والتجنب عن تجنبها، وبصير أي فلاش باك بالليل أو بالنهار بيذكرنا فيها نحن معناتها عم نعيش شيء له علاقة بصدمة سابقة. أحياناً ما منتذكر الحدث نفسه، منتذكر ما حول الحدث وآثاره، بصير في خوف، عدم استقرار نفسي، نوب من الغضب، عدم النوم، الأرق. لما منبحث نحن أنه ليش هذا عم بعيش أنا هاي المشاعر بكون بشكل مستقر، فجأة بصير غاضب، فجأة بنسحب من العلاقات الاجتماعية، ما عاد بدي شوف، ما عاد بدي. إذا أنا في شيء عم يساوي لي حالة من عدم الاستقرار النفسي ما في سبب مباشر إله، لما برجع ونشتغل نفهم شو اللي صار لحتى عم يصير هيك بدنا نرجع وين؟ بالمخزون. هذا المخزون هو علماء النفس خلال تاريخ البشرية ودراسة التطور من لحظة الولادة لخمس سنوات بيعتبروا هي أهم حشد بيصير على الإنسان، اللي هي بتشكل العمود الفقري للشخصية، وبتجي تجارب الحياة بعدين اللي بتكسي هذا العمود الفقري بباقي الشكل يلي بناخده. فإذا هي التجارب القاسية اللي منعيشها بالطفولة صح منحس إنه إحنا ما لنا متذكرينها، بس هي تاركة أثر على نمونا الصحيح أو فشلنا أو عدم استقرارنا النفسي أو لجوءنا وسائل هروب من مشاعرنا. في أشخاص بينعزلوا، ما عاد بيقدروا يحكوا، بيحسوا بعدم الأمان، بعدم الاستقرار، خوف دائم. هاي المشاعر الكريهة كلياتها اللي منعيشها بتخلينا ما لنا متوازنين. لما منبحث فيها منلاقي إنه كان في إلى أثر بالحاضر، لكن الماضي بالهذا الصندوق الأسود المخبى وراء ما لنا شايفينه لازم نرجع نشتغل عليه لنطالع كيف يصير حل للصراعات اللي كانت عايشة جواتنا ونحن نسيانينا لفترة مليحة. والحقيقة هي بتترك أثر على كل بناء الشخصية لأنه هو أساس تشكل الشخصية والمشاعر والتعامل معها بيكون بالسنوات الخمس الأولى. وفي كتير علماء بيقولوا لا، حتى مرحلة الرحم هي كمان هي مهمة، لأنه إذا الأم تعرضت لضغوط، إذا كان الطفل غير مرغوب، إذا كانت هي مدنفة، فإذا هذا إجهاد عم بيعيشه الطفل بشكل نفسي، والجملة العصبية عم تتشكل بحالة إجهاد دائم. لذلك أول صدمة بالحياة نحن نتلقاها هي صدمة الميلاد. صحيح.
يعني كنا بالامان المطلق، بلشنا بدنا نتعرف بدنا ناكل بدنا الدنيا للاسف. اي وهي المسيره الخمس سنوات الاولى كثير مهمه صحيح. لتشكيل البنيه الاساسيه للشخصيه، لكن هي كمان بتعطينا الاشكال القاسيه اللي بيتعرض لها الطفل. خلينا نقول مثلا طفل انحرم من اهله، من ابوه من امه، طفل تعنف، طفل تعرض لإيذاء جسدي او تعرض لتحرش جنسي، بهاي المرحله اللي هو لساته ما انه مدرك بس عم بيعيش مشاعر مؤذيه، هي ما بتمر مرور الكرام صحيح، وخاصه اذا كانت متكرره. فتكرار هاي الصدمات او الاهمال او الحرمان او التخلي كلها بتترك ندوب نفسيه عميقه. الشخص منا كلياتنا مع الحياه بيحاول يمشي، لكن بضل اثر الندبه موجود، فهو بيحاول بيخفيه باللا شعور، بيطالعه وبيتجاوز، بس مو دوما نحن عم نكون قادرين فعلا على العيش بسلام والتطور بشكل امن طبيعي. لهيك كثير مهم نحكي عن كيف لازم يكون الطفل يعيش ببيئه امنه محبه، يكون طلق، عم بيحس بحاله، حاس حاله محبوب، حاس حاله متفاعل، قادر على، مو انه منتقد ومعنف وخايف ومرعوب. فاذا كل هاي المشاعر اللي بدنا نعيشها هي عم تخلق منا بالنهايه اشخاص غير مستقرين نفسيا. تمام. هو جاي دكتور انا اسالك، كونك ذكرت حضرتك انه نحن اول خمس سنين هن الاساس بتشكيل شخصياتنا، وهن اللي بيشكلوا العمود الفقري لشخصياتنا بالمستقبل. طب كيف هذا التاثير لما بيتم علينا بالطفوله بيعطينا بالكبر كشخصيات، سواء بتكون خلينا نقول تعطي رد فعل ايجابي او تعطي رد فعل سلبي؟ ليش بعض الاشخاص بياخذوا نفس التجربه وهن وصغار بتولد عندهم خلينا نقول دافع للحياه اكثر، بيصيروا هن منضبطين اكثر، بعض الاشخاص لا بتعمل العكس تماما؟ شو السبب؟ اول شيء محرك الحياه هو القلق. القلق هو الشكل الاساسي اللي بنشتغل فيه نحن منذ الولاده. قلق بالتعامل مع الحياه، القلق اللي بيخليني انا انجز واشتغل وادرس واتعلم، هذا قلق بنسميه هو الايجابي. صحيح. القلق الابداعي لما هذا بيستنفر اكثر ويلاقي حلول ابداعيه. فهذول النمطين من القلق هن نمط طبيعيه، ونحن بدنا نشجع التربيه على اكساو لاطفالنا. لما بيصير القلق اشد فوق طاقه، بدل ما يصير هو دافع ومحرك لخلق الحياه النفسيه بيصير هو الكابح والفرام. يعني انت لما بتكوني عم تسوقي سياره بتكوني مبسوطه، عم حقق شيء، عم بنجز شيء، بيصير حادث، بيصير خوفك من الحادث اكثر. صحيح. فهون القلق صفى، بتطلعي بالسياره وانت لا تسترجي تسوقي، لا بتسترجي تسبحي اذا مثلا تعرضتي لغرق، اذا مثلا حجزتي مثلا باسانسير بيصير كل مكان مغلق تخافي رهاب. صح. فاذا تشكيل القلق المبالغ فيه هو العامل المدمر. القلق ضمن الحدود الطبيعيه المتفاعله هو اللي بيخلق الشخصيه. نفس الشيء المزاج، لما انا بنجح مزاجي بيعلى. ليه؟ لاني بكسب تحقيق ذاتي وبشوف هذا الرضا بعيون الاخرين. لكن لما انا ما بنجح بفشل بصير في لوم ونقد وتقريع وتعنيف. شو بده يصير؟ خوف من الفشل اكثر، وبصير المزاج متقلب اكثر. واذا كان صار كثير شديد بصير بدي الجا لوسائل ثانيه، مثلا باخذ مخدرات، باخذ كحول مشان طفي قلقي، او بلجا للهروب وللانعزال. بالتالي انا هون صفيت عم مارس اليه مرضيه بتحولني لشخص مو متماسك ومتوازن. اذا اليات الدفاع النفسي اللي بتشتغل ببيئه سليمه هي اللي بتخلق لنا الاشخاص المكافحين. تمام. يلي بتجاوزوا ظروفهم وبتجاوزوا امكنتهم. يعني سوريا مثلا هلا عاشت من 15 سنه حرب، كلياتنا تعرضنا لاذيات صادمه، شفنا حضرنا شاهدنا بشكل مباشر، فقدنا. لكن هي في منهم اشخاص كسرتهم وفي اشخاص
هي ساوت لهم دافع لانه يشتغلوا اكثر وينجزوا اكثر، بالتالي ساهمت بشو؟ بتقويض مناعتهم. تمام. لما بتزداد الالام والوجع وبيصير ما لنا قادرين على تجاوزه، بيترك اجهاد ضمن الجمله العصبيه. الجمله العصبيه يعني النواقل العصبيه بالدماغ، يعني عمليا كل الجسم. لذلك الامراض بتكثر، يعني الامراض الجسديه هي تنشا من الاضطرابات الستريس. الامراض الجلديه 70% سببها نفس المنشا، الامراض الهضميه 70% سببها نفس المنشا. الضغط، السكتات الناتجه عن شو؟ عن الستريس المفعل بشكل دائم يلي ما له مضبوط. فاذا نحن لما بنشتغل على تحقيق هذا السلام والامان النفسي، بصير هو قوه ودافع لانجازنا ولتحقيق انسانيتنا، وبنكبر وبنصير قادرين على التوازن والعطاء والحب. بالعكس لما نحن بنفشل بنصير لا بنقدر نحب حالنا، صحيح، ولا بنقدر نحب الاخرين، ولا بنقدر نعطي. اذا هي التوازن والقدره على الحب والقدره على التفاعل هي ميزات الانسان الناجح، يلي غالبا لازم يكون متخلص مما يعني صار فيه من اذيات. صحيح. فلهيك الصدمات هي اللي حكينا عنها غالبا نحن ذاتيا ما بنقدر. تمام تمام. لازم اللجوء ل مختصين. مختصين. كيف نحن لما مثلا من رد واحد بينكسر لازم نروح لطبيب العظميه؟ اذا هون في رد نفسي، هذا الرد النفسي عم بيترك طفل خجول غير قادر على اثبات حاله، ست غير قادره على الارتباط العاطفي، ست بتتعلق عاطفيا كثير. هذا كله هذا كله بيرجع له هذا الشكل اللي عاشته سابقا بطفولتها، واللي ساوى نمط محدد لتعاملها مع الاخرين. لانه هي الندوب النفسيه والجروح تبع الخذلان تبع الترك والتخلي اللي بيعيشها بالطفل اللي بيعيشها بطفولته بيساوي ردود افعال مماثله. لهيك بتلاقي اشخاص بيطلعوا من علاقه بيفشلوا علاقه ثانيه، بيعيدوا تكرار نفس الحدثيه يلي هن شكلوها. فإذا كانت حدثية مفرطة أو كتير متصلبة أو كتير استكمالية، هي بتدل على قلقهم الداخلي، فبالتالي بتوقعهم بنفس الإشكال وما بيتعلموا منها، فبتلاقيهم عم بيوقعوا بنفس الأذيات، ولهيك ما بيكونوا يقدروا يعيشوا حالة السلام والأمن والعافية والتعافي النفسي. تماما تمام. طيب دكتور، بما أنه حضرتك ذكرت موضوع التحرش، خلينا نحكي هلأ كمثال، إذا طفل تعرض لتحرش سواء بنت لبنت أو صبي لصبي أو من صبي لبنت، فنحن كيف ممكن نتجاوز هذا الموضوع أو كيف ممكن نعالجه؟ هلأ أول شيء شو أهمية التحرش؟ هو إلغاء لهوية الشخص واستلاب كامل، بحس أنه هو سحق تماما لكل مكونات شخصيته الجسدية والنفسية والعاطفية. فنظرته لحاله بتصير هون بيكون عم بيعيش أذى دائم. هذا الأذى الدائم بيخليه عاد نظرته لحاله قبوله لحاله بصير مرفوض. يعني الطفل اللي بيعيش تجربة إيذاء جنسي نادرا انه يقدر يعيش بعدين حالة من الحب والتعاطي مع الآخر ومع ذاته. فهو ما صار رافض جسمه، واحيانا بيحس بالذنب، ممكن يفكر حاله انه هو ساهم مع انه هو عمره 3 سنين أو 4 سنين، يحس حاله أنه هو اللي فيه عيب، هو اللي خلى المعتدي. لذلك هي الجريمة تماما بالقانون هي جرم ولا يمكن السماح فيه. لذلك لازم عقاب للشخص الآذي، لأنه أنت عم تدمر تماما الإنسان بشكله يلي هو شكل إحساسه بحاله، إحساسه بجسده، إحساسه بعاطفته، قدرته على حب ذاته وقدرته على خلق حالة الحب مع الآخر، بالتالي عند النضج. فكتير مهم أنه هي نتعامل معها بكل جدية وما نكون عنيفين وما نحسس بالذنب، ولازم يكون في حوار ويكون في. لذلك الطفل لازم يكون في تروعية له حتى يقدر يعبر بحرية عن اللي بيحسه. صحيح. وما يخاف حتى ما يخاف، لأنه هو معظم التجارب
بتقول انه الضحيه بتسكت خوفا من انه هي تلام او تتكرر اكثر، وهذه الاذيه بتصير دائمه عندها سواء كان طفل او يعني الطفل اللي تعرض لتحرش جنسي ما بيقدر يعيش رجولته بكره بشكل مناسب، والمراه اللي بتعيش تحرش جنسي بيضل هذا عباره عن جرح دائم بحياتها، حتى لو نجحت بجوز تنجح خارجيا انه والله امراه ناجحه مع جامعه، بس من جوا هي ما عم تقدر تكون متوازنه تجاه هويتها الانثويه او الرجل تجاه هويته ورجولته، لانه هي بالنهايه نحن وجودنا لا يعني فقط شو بنحصل، كيف بنعيش رجولتنا، كيف بنعيش الانوثه، وكيف بنقدر نحب الاخر، بده يصير يشك بالاخر على طول ويعتزل الاخرين على طول، وما نقادر على اقامه حياه سويه بالمعنى العاطفي. تمام. هلا دكتور، على ذكر الاذيه النفسيه او اذيه الشخص الاخر لنفسيتي انا، في كثير من الاشخاص بنلاحظ انه هن بيتعرضوا لاذيات من اشخاص محيطه فيهم، سواء كانوا هن بعلاقه معهم او حتى خلينا نقول بتربطهم صله قرابه بيناتهم، وبيسمحوا بهذا الشيء، وبل ممكن بكثير من الاحيان حتى يبرروا للطرف الثاني. هذا الشيء بيكون ناتج عن شو بالطفوله لحتى الشخص يتقبل هي الاذيه ويقدر يبررها؟ يعني مثلا ناخذ المازوخيه. المازوخيه هي نمط استخدام الالم كمتعه. هذا الشخص يلي بيكون تعرض لتجارب مماثله بالطفوله بيصير هو بيعتبر حاله انه لازم ما بيقدر يعيش المتعه غير ربطها بالالم. صحيح. بسبب تجارب معينه انه حطت من قدره، حطت من قيمته، فبتصير هي هويته يلي هي الماسك، بنحط ماسك. فنحن الجروح النفسيه والذبات لحتى نقدر نتعامل معها بنغطيها، يعني الشخص بيحاول يساوي ماسك. صحيح. للشخصية وين الجرح، كيف إذا إيدك مجروحة بتحطي هيك كف أو رباط بشان ما حدا يلامس الجرح. إذا ما قدرنا شلنا هذا القفاز بنسميه نحن تحته ولامستي الجرح الحقيقي وتعاملتي معه، بده يطلع عنا هوية مضطربة، يعني بيطلع عنا مثلا اضطراب الشخصية الحدية أو يلي هي دوما بتعيش حال تناقض والبحث نحو يعني الروح للموت أو الإيذاء الذاتي، تلاقي بيشطبوا حالهم او بيفوت بعلاقات بيعرف انه خاسره، دخوله بالعلاقه الخاسره هو رح يخسر ورد بعيده بيكرر بعلاقه ثانيه بسبب عدم توازنه واخذ هذا المفهوم يلي هو قلنا اليه دفاع ذاتيه غير صحيح غير صحيه. تمام. فتبنى هذا الموقف وصار يعيشه بشكل دائم، فهو دوما بيوقعه بهذا الاشكال. تمام. فلذلك هو ما بيدخل بيخرج من علاقة ليدخل بحالة تعلق تانية، فما بيعيش حالة حب، بيعيش حالة تعلق، وفي فرق بين الحب والتعلق. صحيح. هون حالة إنسانية كتير رائعة، هون حالة مرضية لكن تشتبه بكتير مع الحب. الحب. تمام. وما منميز، هو بيقول لك هذا حب لأنه أنا بدي إياه وببحث عنه وبركض، مثل إدمان، يعني كيف إدمان المخدرات بصير إدمان. فإدمان العاطفة بهذا الشكل المرضي هو حالة مرضية ودوما بدها تدرد وقعه يعني. تماما. ولما بيخرج منها ما بيخرج منها، بيخرج منها بنفس الآلية، بيتخلى عنه الشخص، بيبحث بعلاقة ثانية. تماما. لا يعلق فيها بنفس الطريقة. تمام. شكرا كثير لك دكتور، صراحة يعني بس داهمنا الوقت، ولو انه نحن كثير استفدنا من معلوماتك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا.